تقول صلاة الفجر شيخنا ركعتي السنة ركعتي الرغيب الفجر أين تصلى؟ في البيت وإلا في المسجد؟ وإذا صلىها في البيت ماذا يفعل في المسجد على المذهب المالكي؟ إما هو النوافل أفضلها البيت. نعم. لكن عند علمائنا بعض علمائنا يرون إذا صلىها في البيت وأتى إلى المسجد لا يصلي تحية المسجد، لأنه ما عاش في صلاة بعد الفجر إلا الصبح. نعم. فيبقى في إشكالية إذا جلس أتى بعمل يعني قال هو مشهور المذهب المالكي ولكن الدليل عليه قليل فيحدث إرباكا، فنقول له صلي في المسجد، صلي طيب. صلي الفجر وين؟ في المسجد، في المسجد إما منفردة وإما مع تحية المسجد، والله أعلم.